ما ذكرها كثير يا أمي، تعرفي يعني كنا يعني هيك نسمع من الكبار، كان بيقولوا يعني صار مرت، وكان يجي من رب العالمين صوت، وما حد كان يسمع له هذا شو اسمه، هي هنا ننوية، وما بقى نسيت اسمه، ما بذكر كثير اسمه. وبعدين قام يعني هرب من نينوى، وجاء وصل على بحر وشاف السفينة وقعت فيها، وقام السفينة البحر قامت يعني أم إيش يقولوها أمواجها قامت. إيه، وبعدين قالوا يا أخي أنت يعني، قالت حطوا لي أنا بالبحر بلكي يعني تهدي السفينة، ما أم وقاموا كما شو حطوا زتوا بالبحر، زتوا بالبحر، والحوت من الله هاي يعني بلعته، وصار 3 أيام بطن الحوت. وبعد 3 أيام من رب العالمين كمان يعني طلعت الحوت، زتته البحر، والله. وبعدين يعني توب، ما بذكرها كثير القصة أمي يعني، بعدين يعني توب ورجع على نينوى، وصار مرض هنيك، وصار كل شيء هنيك، وقال يعني لازم تصومون هالصوم يعني 3 أيام، حيوان والعالم والصغار والكبار لازم يصوموها كلياتهم مشان هالمرض يروح. والحمد لله العالم صاموا، والحيوانات كلهم صاموا، ما حطوا لا أكل ولا شرب ولا كل شيء، من رب العالمين يعني المرض راح. هاي الأساس يعني صمنا نحن كمان، ولها اليوم هاي أم نعمل 7 أنواع، وأم نحمصهم ونطحنهم، وأم نفطر عليهم بوخنا، هاي نعملها نطحن الطاحونة ونعملها بوخي، نحطها بيابسة من عربي، يابسة من زيت زيتون، حنطة، بزر، شعير، ذرة، بزر، يعني 7 أنواع يعملوها، وفستق وملح يعني الموجود يعني ايه، ونوديها الطاحونة نطحنها. بعد ما نطحنها نجيبها مرة تانية، كمان مرة تانية ننخلها بالغربال الطحين مشان تصير نظيف، وبعدين ناكل منها، نحطها شوية نسخن الزيت يا سمن، نسخن ونظبطها ونحط شوية وناكل مع شاي حلو، نفطر عليها يعني. صيامنا يعني نفطر يوم 3 أيام، نصوم 3 أيام، اللي بده يصوم يعني 3 أيام ما ياكل ما يشرب، واللي بده يصوم للظهر، اللي مشكل للمساء، يعني كيف الواحد يقدر يعني ظروفه. ايه، وبعدين يعني 3 أيام تا يفطروا، يعني كل شيء مو تاكلي شيء، يعني ظفر ما تاكلي، بس شغل يعني زيت يعني، ايه يعني الاكل زيت يعني كل شيء. الشغلات اللي ما يصير تاكلوها ضمن هالثلاث ايام ايش هن؟ سمن، بيض، لبن، اش ما يكون، لحم، كل شيء، فروج، ما مذوقوا شيء، كل شيء ما ناكل، كل شيء بزيت، كل شيء عم نطبخ بزيت يعني، ما عم نطبخ شيء. ايوه 3 أيام نصوم ونفطر يوم الثلاثاء، والحمد لله كل اللي يقدر يصوم يصوم، صغار وكبار، إيه ما يعني ما في فرق، هذا كبير هذا صغير هذا، لا اللي يقدر صغار وكبار يصوموا. بوخين طبعا مخلوطه كلهم مع بعض ومطحونين مع بعض، بزر وملح وهالاشياء كلياتهم مطحونين مع بعض، وبالليل قبل ما تعشين وتخلصين وتاكلين 7 أصابع وتنامين، وما تحكي مع احدا، تاكلي وتنامي فورا، مو تحكي مع احدا، وشوفي خطيبك يعطيكي مي تشربين وانت بالحلم، يا خطيبة يعطي لخطيبته، يا مشكل يعني، يا هاي لهاي ويا هذا لهاي، هاي الصح اللي عنده قناعة، اللي آمن، ايه اللي الآمن تصير. كل صيامنا نحافظ عليه لها الله، من صار هالأحداث وهالشي صار نحافظ على كل شيء، قد ما نقدر نحافظ على شيء، وإن شاء الله يرجع كل الخابور مرة ثانية. كانوا كتير كتير، ما أعرف كانوا شي 70 بيت، كان في 75 هيك يعني، كان في كتير
اي وهلا راحوا كلياته، وظلينا انا وابني انا ونبيل ام ولد واقفين مستمرين في الشمران. داعش اجوا فرطونا، كل واحد صار مطرح. اطلب من رب العالمين، اطلب دائما من ربي يرجعون كل واحد على بيته، على كنيسته، على اراضيهم، ان شاء الله ربي الهي. هاي اطلب من رب العالمين ومن هالصوم هاي، واني صايمه 3 ايام لا اكل ولا اشرب مشان يجون كلياتهم يرجعون على بيوتهم. اشتاقيت لجماعتي كل الخابور. بس شوية نسخنها طبح، انه 3 ايام صايمين ونفطر عليها. هاي نحمص حنطة وكل شيء، 7 انواع شعير وبزير بدون سكر بدون مربى ومع شاي كتير تطلع. احنا نحبها.